يا رب حضراتكم مرة أخرى في هذه الفقرة المحببة دائما إلى قلبي. شرفتي اثنين من أصدقائي الأعزاء محللين رائعين أحمد فوزي العريان ومحمود ضياء. يا أحمد مشرف ومنور حبيبي كريم. اهلا بيك وسعيدني معاكم مع ضياء، يعني اصدقاء فعلا. انا مبسوط ان انت معايا النهارده اول مره. ربنا يخليك. محمود مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك يا كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس زي الفل. طيب احمد، عايز ابدا معاك بنادي الزمالك امبارح. تمام. الزمالك امبارح طريقه اللعب والاداء والنتائج اللي قبل كده خلت الجماهير بعد المباراه متضايقه زعلانه، مش نتائج مرضيه للزمالك وبدايه في دور المجموعات زي الموسم اللي فات، بدايه مش جيده فقلقتهم زي الموسم اللي فات. بالظبط. هو طبعا رغم ان هو تعادل خارج الارض ولكن هي نتيجه غير مرضيه تماما لجماهير الزمالك لعده اسباب. اولا ان هو لسه الدرس دوت المفروض ان هو الزمالك يكون يتعلمه من الموسم اللي فات، اللي هو تعادل في بدايه المشوار على ارضك مع فريق المفروض ان هو المرشح الثالث في المجموعه، وبعدها تتعادل كمان بره ارضك في ماتش المفترض ان هو الاسهل في المجموعه. السنه اللي فاتت كان تونجث في السنغال، المره دي الفريق اللي هو اسبرانزا، مش نسيت اسمه حتى من كتر ما هو ساجرادا من كتر ما هو مش معروف هو اسمه كده ساجرادا اسبرانزا. طبعا فماتش المفروض كان في المتناول. كل دوت يخلي الجمهور يتضايق، خاصه ان انت من بعد كمان على العوده بعد كاس الامم الافريقيه والزمالك ما حققش ولا فوز. ففي ازمه ثقه في النتائج وفي الاداء كمان، مخليه ان الجمهور بيقول لا احنا كده هنشوف الفريق بيودع تاني من دور المجموعات للموسم التاني على التوالي وهتبقى حاجه صعبه. كمان طريقة اللعب أو اختلاف طريقة اللعب امبارح عن المعتاد خلت الجمهور يتساءل طب هو إيه السبب لما تلعب بثلاثة ورا؟ ليه أنت بتلعب فريق مفترض أنه هو الأضعف ولسه شفته في المباراة الأولى خسران ثلاثة من الوداد طحيح. فلهو أنت ليه أساساً تلعب بطريقة زي ديت قدام فريق ما بيهاجمش أصلاً؟ فكل ده بيصدر الأزمات لنادي الزمالك. أعتقد أنه محتاج فوز بشتى الطرق يعيد الثقة والهدوء مع عودة كمان الغيابات اللي ممكن تكون مفيدة للفريق في الفترة اللي جاية. طيب محمود، امبارح زي ما أحمد قال تفاجأنا كلنا، ليه تلعب بثلاثة والثلاثة فلات؟ يعني ثلاثة حتى ما فهمش ان الراجل اللي بيعرف يطلع بالكورة، الراجل اللي بيعرف يميت شوية على الباك، يعني طريقة كانت تحس انه الزمالك كان الملعب منفصل تماما دفاعيا وهجوميا، وبالتالي احنا لا شفنا شكل هجومي جيد وحتى الشكل الدفاعي كان فيه اخطاء، وبالتالي محمد ابو جبل كان من افضل لاعبي الزمالك امبارح لما يكون افضلهم على الاطلاق. اكبر مشكله دايما يا كريم في اي فريق لما يكون الفريق ده بيمر بمرحله اهتزاز ثقه هو ان انت تلعب زي ما احنا بنقول كده بالبلدي بخطه الكمبيوتر، ترجع للبديهيات جدا، تحاول ان انت تلعب السهل هتقدر تخسر، ان انت ما تلعبش منافس قصاد منافس خصم الاقوى، ما تلعبش قدام الوداد في المغرب مثلا، لا انت تلعب قصاد خصم زي ما احمد كان بيقول هو الخصم الاضعف في المجموعه، فبالتالي رجوعك للبديهيات مع وجود افضل لعيبه موجوده عندك في الفرقه، افضل 11 متاحين هو الطريق دايما او البدايه اللي بتبدا بيها انت تحاول تقرب من ده. لكن اللي حصل من كارتيلون سواء في ماتش السجرادة او في ماتش سموحه هو عكس تماما اللي المفروض في الطبيعي بيحصل. شفنا تدوير مش طبيعي قصاد سموحه على امل ان انت تمام انت دورت عشان شايف ان في ارهاق فبالتالي اللعبة دي ما تتصابش. طب في ماتش السجرادة هل اللعيبه اللي المفروض تبقى موجوده هي اللي كانت موجوده من الاول؟ لا، شفنا اسماء زي اشرف بن شرقي على الدكه، شفنا لعيبه كان المفروض تبدا من الاول ما كانتش موجوده. صحيح. وبالتالي الفريق ظهر بشكل مهتز جدا، كان ليه فرص والزمالك كان ليه فرص اخطر او اكثر من سجرادة وده الطبيعي بالمناسبه، ولكن في النهايه انت ضيعت على نفسك وقت وضيعت على فريقك وقت، وطبعا مع الوضع في الاعتبار ان غياب عنصرين زي طارق حامد واحمد سيد زيزو طبيعي ان هو يكون مؤثر. شايف تاثير غياب طارق حامد على المباريات اللي فاتت للزمالك هو الازمه في اي طريقه لعب او اي تشكيله او اي تناغم بيحصل في الفرقه كلها؟ بالظبط، دي هتبقى مشكله كريم في اي مركز في الزمالك في رايي، لان مفيش الزمالك ما عندوش البديل الا على نفس المستوى اللي يقدر يسد بنفس جوده اللاعب الاساسي. صح. يعني احنا شفنا اصلا لما غاب طارق حامد لاعب شاب كل الاحترام وكل التقدير ليه، ولكنه في النهايه ما عندوش نفس الخبرات وما عندوش نفس الحاجات لسه في بدايه مشوار. صح. امام عاشور بيلعب جنب طارق بيبقى في فرق طبعا كبير ما بينهم، بيلعب جنب لاعب شاب، نفس الكلام في اغلب المراكز الموجوده في الزمالك، اللاعب البديل فيها فرق ما بينه وبين الاساسي فرق كبير. دي مشكله الحته بتاعت اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي احنا كلنا متفقين ان هو مش في احسن مستوياته، مش في التوب ليفل بتاع مستواه، بس حتى سي سي لسه ما رجعش، سي سي بتاع الاتحاد السكندري يعني بالظبط رجع من اصابه طويله فهو مش جاهز. طبعا فده منطقي، وده برده للاسف مشكله في اغلب المراكز اللي موجوده في الزمالك مع ان السكواد مش موجود مع ايقاف التعاقدات. طيب ليه محمود علاء شايل الليله دايما؟ يعني الفرقه امبارح كلها او معظمها ما كانوش في افضل احوالهم، ومحمود علاء هو الترند، هو اللي بيطلع دايما ترند، هو دايما اقل مستوى. ليه؟ ما هو الموضوع دايما بيبقى على حسب الترند بيقول ايه. طبعا محمود علاء امبارح ما كانش في افضل مستوياته طبعا ده اكيد.
ولكن هو دايما لما حد بيكون انطباع عن حد عن لاعب مثلا بيبقى صعب ان هو يغيره، بياخد وقت. سهل ان انت تكون انطباع سيء، صعب ان انت تحوله للانطباع الجيد. فخلاص هو بيبقى في اوقات انت ايه نازل ومتسيستم ان انت هتنقد لاعب بشكل سيء. الغريب بقى ان انت تحولها وتقول لا والله ده النهارده كان كويس. فهو امبارح كان مش ماتش كويس ليه، كل الصراعات الهوائيه تقريبا خسرها. وده على فكره حاجه مثلا نفس اللي بيعاني منه محمد عبد الغني، ودي مشكله في دفاع الزمالك ان هم انت بتتكلم عن هو خلاص هم اثنين مدافعين فاضلين والوينش هو ثالثهم، مفيش مدافعين تانيين في قائمه الزمالك. حتى حسام عبد المجيد لما لعب في كاس الرابطه ما كانش اظهر يعني امكانيات قويه. فبالتالي ده السبب يمكن الحقيقي ان بيخلي محمود علاء الناس تعلق عليه اكتر من اي حد تاني، ان هو عنده رصيد سيء في اللي هو ايه المباريات اللي كان فيها بشكل مش كويس، تراكمات عند الجماهير. طيب محمود، الناحيه الثانيه النادي الاهلي قدام الهلال، يمكن الانتقادات كانت اقل شويه رغم انه الاهلي برضو كان مطالب بالفوز على الهلال في غياب جماهيره، فرق القدرات عند النادي الاهلي افضل. ودايما بكرر الجمله دي مع ضيوفي ان انا دايما بشوف النادي الاهلي المفروض ينزل قدام منافسيه في دوري ابطال افريقيا، تحديدا منافسين على ليفل مستوى الهلال. انت باريس سان جيرمان او مانشستر سيتي، انت بتهاجم طول المباراه، انت زانق الفرق اللي معاك في منطقه الجزاء، ما تسيبوش يمسك كوره. ده اللي ببقى فاهمه، وانت حامل لقب موسمين على التوالي. ده يمكن يكون منطقي في ظروف طبيعيه يا كريم، لكن مع الظروف اللي بتحصل دلوقتي، اولا خلينا نتفق ان الاهلي راجع من بطوله كاس عالم الانديه، واي ماتش بيبدا ما بعد بطوله كبيره مش بس للاهلي، لاغلب الانديه في العالم دايما بتلاقي فيه دروب او فيه مشكله في المستوى. شفنا تشيلسي ما بعد كاس عالم الانديه بيكسب كريستال بالاس 1-0 في اخر دقيقه، فدي حاجه من العوامل. اولا تشيلسي اصلا بيعاني في البريمير ليج بالظبط، ده غريب بشكل عام يعني، بس تمام طبعا. حاجه ثانيه كمان، ان الفريق المفروض عنده عدد كبير من المباريات، سواء ما قبلها بتتكلم في القوام الرئيسي بتاع الفريق، لعيبه كانت موجوده سواء مع منتخب مصر او حتى موجوده مع النادي الاهلي. فكان منطقي في رايي على الاقل الشوط الاولاني ان الموسيماني او الاهلي بشكل عام يحاول يكون اهدى، يوزع مجهوده. اللي بقى كنت منتظره واللي ما حصلش الشوط الثاني هو الفريق يكون اشرس هجوميا. شفنا كنا بنتكلم مع بعض من اسبوع او حاجه على قفشه ومكان قفشه اللي المفروض يكون موجود فيه، فكنت متصور ان احنا الشوط الثاني الاهلي ممكن يلعب 4-2-3-1 عادي جدا. يغير الفكر لشوط واحد مش عشان اي حاجه، يبدا يحط قفشه في مكانه ويبدا يضغط اكتر على الهلال، لان الاهلي لما ضغط على الهلال فعلا في النهايات قدر يكون خطر. يمكن ما كانش فيه فرصه مؤكده غير فرصه قفشه اللي هي كانت بمجهود فردي، ولكن الاهلي لو كان قرب كان يقدر يوصل ويقدر يكون خطر بشكل اكبر. في النهايه هي ملعب الاهلي اعتاد ان هو يلاقي فيه صعوبات، حتى وان كان المره دي بيلعب في غياب الجماهير، في غياب الشحن والضغط، كان موجود بره الملعب ولكنه ما كانش موجود في الملعب. كان منتظر نتيجه افضل من الاهلي بالذات في الشوط الثاني. لو الاهلي كان قدم شوط اقوى وضغط وهاجم وما كانش موفق، كان ممكن ساعتها يكون الموضوع يعدي من غير انتقاد. لكن على رايي ان الشوط الثاني كان منتظر يبقى احسن من الاهلي. مش من المعتاد نشوف محمد مجدي قفشه على دكه البدلاء، ده اتكرر مرتين. ليه فنيا في الملعب قفشه بقى موجود على الدكه؟ علشان قفشه في الفتره الاخيره مش في افضل مستوياته، مستواه متراجع. وكان في المقابل في واحد زي احمد عبد القادر بيطلع من العدم وبيقول ان انا موجود وان انا استحق فرصه، واسمه حاليا حتى بقى بيطرح ان هو يكون موجود مع منتخب مصر في المباراتين القادمتين. فبالتالي كان طبيعي ان هو، ومن العدل ان احمد عبد القادر الفتره اللي فاتت ديت هو اللي ياخد وقت اكتر حتى من قفشه، يعني علشان حتى يحسس قفشه ان في منافسه فيرجع يجز على نفسه و في الاخر يكون كل ده في مصلحه الفريق. يعني بس في كمان حاجتين بالنسبه لسبب ان هو وتعادل الاهلي قدام الهلال، في حاجتين كمان يعني ممكن يكون برضو موسيماني فكر فيهم. اولا ان انت مش زي الزمالك مثلا ما تعادلتش او ماتش على ارضك، فكون ان هو ده ماتش قدام الهلال اللي هو احد المنافسين المباشرين طبعا مع سان داونز على التاهل عن المجموعه، فممكن يكون التعادل كافي بالنسبه للاهلي، لان انا لسه هلاعب الهلال في مصر والمريخ كمان ماتشين في مصر. صح. فدي امور يعني مختلفه عن الزمالك وتخلي التعادل بالنسبه للاهلي مع الهلال في السودان حاجه جيده. حاجه الثانيه كمان ان انت قبل الماتش بيومين كان في شحن قوي من الجمهور وكلام ان الماتش اساسا هيبقى بجمهور. فكل ده يخلي اللعيبه كانوا نازلين، كان مهم جدا زي ما ضياء قال ان انت الشوط الاول تستنفد اللي هو الشحن اللي عندهم وتحسسهم ان هو ماتش عادي كوره، وفي الشوط الثاني بقى تبدا ان انت تحاول تخطف. فهو الشوط الاول انا بالنسبه لي كان هو ده الصح تماما من الاهلي، والشوط الثاني كان ممكن الاهلي يخطف باي كوره من الكور اللي هو وصلوا بيها، زي وطبعا اختارها كانت قفشه في العارضه والشوطه. يعني اسالك عن محمد هاني تحديدا، محمد هاني من الاسماء زي ما احمد قال انه عبد القادر ممكن يبقى موجود مع مصر في ماتشين التصفيات كاس العالم السنغال،
بيتقال ان محمد هاني ممكن يكون من الاسماء اللي وارد تخش جدا مع منتخب مصر في كاس العالم، خاصه ان هو تالق في كاس العالم للانديه بشكل ما يعني او بشكل معقول جدا في مباراه الهلال ما ظهرش بشكل كويس. محمد هاني اعتاد الظهور بشكل كويس مبدئيا في كاس العالم للانديه دايما، دي بطولته دي بطولته المفضله عموما يعني سواء السنه اللي فاتت او السنه دي بيظهر بشكل كويس. مشكله محمد هاني محمد هاني ديفيز محمد هاني مشكله او كومان كومان مشكله طبعًا. محمد هاني الاكبر في رايي هو عدم الاستمراريه. محمد هاني لو قدر يستمر على مستواه لنص موسم متتالي هيظهر بشكل هيستمر بشكل افضل، لكن مشكلته دايما هي عدم الاستمراريه. ما بفهموش انا دلوقتي افرد دراعاتي الاثنين كده واقول انا الباك رايت الوحيد اللي في مصر وانا اجمد واحد في مصر وانا اللي اقدر العب مع منتخب مصر وانا اللي هبقى اساسي النادي الاهلي، ما بفهموش فكره اهداره للفرص العظيمه دي، خصوصا كمان لما مش منافسين حرفيا يعني طلع كمان بثلاث مدافعين. فانت الباك بتاعك عنده كل الفرص اللي يقدر يظهر بيها قدراته الهجوميه. طبعا مطلوب منك ترجع وتغطي، ولكن مش بنفس الكثافه وانت بتلعب باربعه. صحيح. انت وراك مدافع بيغطي، والمدافع ده لو ما غطاش فانت وراكم حمدي فتحي المفروض بيشيل ورا الاثنين. فانت عندك المفروض مساحه اكبر ان انت تشكل خطوره هجوميه. يمكن جزء منها هو ان ما فيش جناح ثابت بيلعب مع محمد هاني يقدر يكون في انسجام ما بينهم زي ما كان فهو بيحصل الناحيه الثانيه مع علي معلول، ولكنه ده مش جزء رئيسي في رايي. جزء رئيسي هو محمد هاني نفسه. اللاعب محتاج ان هو يكون ثابت على مستوى لفتره معينه، يكون عارف هو مطلوب منه ايه، ما يلتفتش للسوشيال ميديا سواء بالايجاب او بالسلب. دي حاجه من الحاجات المؤثره كتيره في رايي في محمد هاني. ان هو بيلتفت للسوشيال ميديا. طيب قبل ما اروح للفصل هسالك برضو على محمد هاني يا احمد. ليه التذبذب ده في المستوى؟ ليه صعود وهبوط في مستوى محمد هاني وانت خاصه ان انت زي ما قلت عندك فرصه عظيمه تبقى اساسي منتخب مصر؟ انا شايف ان هو الموضوع يعني بعيدا عن الفنيات هو خلاص ما دام بيظهر احيانا جيد فانت ما تقدرش تقول ان هو فنيا سيء، ولكن المشكله بتبقى فعلا نفسيا. انت في احيانا في كاس زي ما انت كان ديو بيقول لك ان هو بيظهر في كاس العالم الانديه، مفيش مناسبه اقوى من كاس العالم الانديه عشان تظهر فيها بشكل قوي، اضافه الى كاس العالم الانديه مثلا نهائي القرن قدام الزمالك. محمد هاني قدم ماتش كبير. محمد هاني دايما بيكون بحاجه الى المحفزات تحسسه اولا بالثقه، وفي نفس الوقت مش بالثقه بس، لا ثقه وان انت تحت المجهر لازم تضغط، فاهم انت ايه محتاج قوي تظهر النهارده كويس عشان تثبت نفسك. في الاوقات اللي زي دي محمد هاني بيظهر، لكن اول ما بيحس ان هو ضمن مكانه وقتها بيبدا يهدى تاني الكيرف و يقل مستواه. فاعتقد هي دي النقطه اللي هو محمد بتفرق على فكره ما بين اللاعب السوبر واللاعب المتوسط. لازم يدركه محمد هاني ان هو علشان يبقى لاعب سوبر لازم ان هو يبقى عنده ثبات على التوب، يبقى هو بينافس نفسه ان انا عايز ابقى دايما قوي، مش شرط يكون الحدث قوي علشان انا اكون في الموعد. الدليل على كلامك ده اللي هو اللي موجود الناحيه الثانيه علي معلول. بالظبط يعني كده. انت لما هيبص على علي معلول يفهم السوبر والمتوسط الفرق بين الاثنين. طيب لسه مكملين مع حضراتكم مع احمد فوزي العيار ومحمود ضياء بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا رب حضراتكم مره اخرى. محمود عايز اسالك بقى اوقدك على البريمير ليج. مانشستر يونايتد بدا يفوق شويه الحمد لله عشان تنبسط معانا الحمد لله. بس احنا كنا متعادلين صح كده. سيبنا بقى من مانشستر يونايتد. سيتي وتوتنهام امبارح مباراه مدهشه رائعه مش طبيعيه. يعني سيتي في اخر خمس ماتشات مع توتنهام بيتغلب اربعه، بيتغلب مع كونتي، بيتغلب مع نونو سانتو، بيتغلب مع مورينيو قبل كده. فتوتنهام او مدربين توتنهام عرفوا ازاي يلعبوا بيب جوارديولا. التعامل مع ان انت بتقفل دفاعك تماما، بتلعب على الهجمات المرتده مع سوء حظ مش طبيعي بيقابل السيتي في ماتشات توتنهام. الاضافه اللي اضافها كونتي على الماتش ده في الطبيعه بتاعته توتنهام هو ان هو ازاي يستغل اللي بيحصل في ظهر كانسيلو. كانسيلو هو ظهير هجومي عظيم جدا، اخطر ظهير يمكن في البريمير ليج في رايي، حتى اخطر من ترينت الكسندر ارنولد، ولكنه لما بتلعب عليه في ظهره بيسبب مشكله كبيره جدا. تحركات سون مع هاري كين مع ازاي تفضيه المساحه عشان تهاجم كانسيلو في ظهره كانت هي اللي جه منها الجون الاولاني والجون الثالث. الجون الثاني هو مهاره فرديه من سون مع تحرك اعجازي من كين. الماتش ابرز ما فيه او اهم ما فيه ان هو رجع الثقه اولا لتوتنهام ان هو بعد ثلاث خسائر متتاليه يقدر ينافس ازاي على التوب فور. الماتش ده ولع البريمير ليج جدا مع فرق ست نقط ومباراه مؤجله ليفربول يوم الاربعاء لو كسبها قصاد ليدز يونايتد الفرق هيكون 3 نقط مع 12 جوله فاضله ومواجهه مباشره ما بين الفريقين، فرق الاهداف 2 بس لمصلحه مانشستر سيتي. فكل الاحتمالات تماما مفتوحه ان احنا نشوف. بقت مفتوحه طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ احنا كلنا او معظمنا قال لك السيتي خلص الدوري بدري. هو انا عايز اقول لغايه دلوقتي السيتي خلص الدوري. امبارح كنت شفت اخر هزيمه كده لمانشستر سيتي في السنه دي. ليه؟ هتلاقيه طلع بران كده 12 ماتش ما يخسرش تاني. ما هو معودنا على كده. بس هو معودنا على كده. بس برضه ساعات حصلت يعني.
انه لما السيتي بيخسر ماتش ولا حاجه تلاقي الدنيا لخبطت شويه في الماتشات والنتائج. بتبقى قبل 11 شهر 11 بعدها خلاص فاهم. هو يعني اتمنى والله انا زيك اتمنى فاهم. العيد جه. انا على فكره انا من الناس اللي بشوف السيتي او مش بشوف السيتي، انا بشوف بيب جوارديولا مدرب يكسب اي حاجه ويكسب طول الوقت. هي لازم تحصل حاجه قدريه زي امبارح. ما امبارح بالمناسبه سيتي عمل مباراه كويسه قدام توتنهام ده لحد الدقيقه 97 كان ممكن يعني بعد ما دخل فيه الثالث في الدقيقه 94 كان ممكن يتعادل برضه. فيعني لا ما يعني جيب بيب جوارديولا عشان تكسبه لازم بخلق الدرس وتدعي ده حاجه ثانيه. تدعي اصل انا بترعب من فكره السيتي، فكره تحكم الكوره، التحكم في الكوره، التحكم في التمرينات. انك بتشوف حقيقه، انا كنت قاعد مع احد اصدقائي وانا بتفرج على ماتش سيتي وتوتنهام، بقول له هو في كوره وفي تكتيك وفي بيب جوارديولا، يعني هو بيعمل حاجات فعلا وانت كمان بتقرا في المباراه تفضل فاتح بقك وتقول هو ازاي ده راح كده وراح عامل الحاجات العظيمه. هم تقريبا بيبقوا كريم، هيبقى الموضوع بيتحول ان هم الات، هم مكان. عشان كده دايما اي صفقه بتيجي لجوارديولا تاخد موسم عشان تفهم الميكانيزم ده ماشي ازاي، فالترسي يخش جوه المكنه تبدا المكنه تف. اي صفقه لجوارديولا مهما كانت هي مين عمرها ما نجحت في الموسم الاول. دايما في الموسم الثاني بتنجح. الموسم الاول بتبقى بيعاني سواء من الدكه او مستوى سيء او هجوم اعلام. الموسم الثاني بيخش في المكنه طلع مره. انا لعيب كبير، انا مش فاهم اللي بيحصل ده. انا عارف الكوره بتتلعب ازاي، لكن انا بشوفه في مع جوارديولا ليفل مختلف تماما من الكوره. طبعا ليفربول امبارح مباراه كبيره وهدف طبعا محمد صلاح العظيم ده. بس ليفر بقى انت قلت لي السيتي هيكمل، ليفر هيكمل ولا ممكن يقع؟ ليفربول مش مضمون. اولا ليفربول قايمته مش زي قايمه مانشستر سيتي، فالغيابات بتاثر. يعني انت دلوقتي عندك وات فيرمينو وجوتا الاثنين مصابين، مش عارفين هيرجعوا امتى يعني. فممكن في الماتشات ديت اللي هي اللي جايه ليفربول، يعني انا مش هستغرب تماما لو ليفربول سقط نقط قدام ليدز يونايتد. عادي جدا يعملها. يعني هو ده الفرق ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي خلاص هو الدوري بالنسبه له، هو داخل عارف ان هو انا هكسب الماتش ده والماتش اللي بعده لغايه لما اللي جنبي يزهق. انما ليفربول لا، تحس ان هو انا متهيالي ان كلوب اساسا في الماتشات اللي فاتت كان بدا رويدا رويدا يحول تركيزه من الدوري خلاص لدوري الابطال. هي خساره امبارح اللي قالت ايه ده ده الدوري طلع لسه قريب، انا ممكن انافس تاني. اعتقد هو ده الفرق اللي بيخلي دايما مانشستر سيتي في صراعاته مع ليفربول تدي الاغلبيه لمانشستر سيتي. ليفربول امبارح عمل ماتش يعني كالعاده، بدا قدام الفرق الصغيره بشكل اللي هو يضيع فرص ما تضيعش، فتخلي الفرق اللي قدامك تركب عليك بعد كده وتاخد الثقه. نورويتش تقدم وكان ممكن عادي جدا ليفربول يخسر الماتش لولا التعادل اللي هو جه سريع من ساديو ماني. ومحمد صلاح بيواصل التألق يعني كالعاده في السنه دي، يعني هو بيحط بينافس نفسه حرفيا في الدوري الانجليزي سواء باهداف او باداء. فحاجه اعجازيه كمان وصوله ل 150 جول مع ليفربول، يعني العاشر الهدافين التاريخيين لليفربول، ارقام يعني اسطوريه الصراحه. احنا كنا شغالين مع بعض في صحافه من زمان يعني. احلى ما كان بيبقى عندنا لاعب مصري بيسجل جول طبعا في اي دوري اجنبي، يجيب جون ايه يصني يشارك في فوز يشارك في ايوه برافو عليك. استنى محمد صلاح ينزل من على الدكه. ايوه احمد قال عون الشهير قوي فلان يشارك في فوز. يشارك فوز دي مثلا هو شارك اخر دقيقتين في المباراه بس هو مش كسبنا محمد صلاح نفسه مع تشيلسي، ما هو ده اللي كان بيحصل وقتها. ايوه بالظبط، اللي هو اي حاجه لما جاب جون في ارسنال عندنا لعيب دلوقتي مسجل 150 جول في مع ليفربول، يعني حاجه خيال يعني. طيب النهارده كان رامون كالديرون رئيس سابق لريال مدريد كان معانا عبر سكايب وقال شويه تصريحات عايز اقول للناس شويه ملخص ليها بعد اذنكم يعني. طبعا مع بعض. طيب النهارده كالديرون في مداخله معانا عبر سكايب رئيس الاسبق لنادي ريال مدريد قال حزنت لعدم انهاء صفقه كريستيانو رونالدو اثناء تواجدي رئيسا للنادي عام 2002 عام 2008 هو كان عايز كريستيانو رونالدو وما لحقش يجيبه، وقال ان السير اليكس فيرجسون هو اللي عطل الصفقه وقتها. قال ان رونالدو لاعب عظيم وترك اثر كبير في ريال مدريد ورحيله عن المارينجي خطا لا يغتفر مدى الحياه، وكنت اتمنى عودته عقب مسيرته مع فريق يوفنتوس. كريستيانو لاعب مميز ويلعب دورا كبيرا في صناعه شخصيه اللاعبين، وقال انه توقعت ان سيرجيو راموس سيعتزل داخل ريال مدريد في ظل العلاقه بينه وبين الجماهير، واتمنى له التوفيق في تجربته مع باريس سان جيرمان. وانتقد رحيل ايضا سيرجيو راموس عن الريال، وقال ان بريز او القول ان بريز رئيس ريال مدريد الحالي لا يحب النجوم كلام خاطئ، لانه ضم العديد من النجوم المميزين للنادي وكنت شاهدا على ذلك اثناء تواجدي كعضو لمجلس الاداره بالنادي تحت رئاسته. ده كان ردا على سؤال انا قلت له فلورنتينو بريز مشى كريستيانو مشى سيرجيو راموس في تسجيل صوتي مسرب كان ينتقد كاسياس وراؤول جونزاليس، فعنده مشكله تبدو مع اللاعبين الكبار. قال ان ريال مدريد عانى ماليا من جائحه كورونا وتجديد ملعب برنابيو يعد استثمارا مستقبليا، لكن وقت تنفيذه لم يكن مناسبا.
القوانين الخاصة بنادي ريال مدريد تصعب من مهمة أي شخص يرغب في خوض انتخابات رئاسة النادي، وهذه القوانين يجب تعديلها. ده لما سألته ليه دايما فلورنتينو بيريز يفوز برئاسة نادي ريال مدريد دون أي منافسة، وقال إن دوري السوبر ليج جاء في وقت خاطئ في ظل الظروف التي أو فكرة دوري السوبر ليج جاء في وقت خاطئ في ظل الظروف التي كانت تعاني منها الأندية الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا يسير بشكل جيد وناجح. قال أعتقد أن هناك تغييرات جيدة لصالح كرة القدم العربية والأفريقية في ظل رئاسة إنفنتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب علينا دعم هذه التغييرات. وعن سؤاله عن كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لريال مدريد الحالي لمنتخب مصر، قال إن كيروش نجح في إظهار أن كرة القدم المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة وجيدة، وسوف ينجح في الصعود مع الفراعنة إلى كأس العالم، وأنا أشجعه حتى الصعود لكأس العالم. قال أتمنى أن أرى محمد صلاح في ريال مدريد لاعب مميز ومؤثر، ساعد ليفربول على الفوز بالعديد من البطولات، ومنذ فوزه بدوري الأبطال مع ليفربول وأنا أتمنى تواجده في ريال مدريد. وقال أتمنى انضمام مبابي وصلاح إلى ريال مدريد سويا، هيعملوا ثنائية رائعة في الفريق. قال كالديرون أعترف أن شعبية الدوري الأسباني تأثرت برحيل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وقال كمان تصريح مهم جدا أنه كان بيحلم وقت تولي رئاسة نادي ريال مدريد ضم إنيستا وتشافي ثنائي برشلونة، لكن فشلت في التعاقد معهما. قال إن زيدان نجح فنيا مع ريال مدريد ونجح في إدارة مجموعة كبيرة من اللاعبين، وكان الفريق مميزا في عهده، وكذلك أنشيلوتي يسير بشكل جيد. وقال إن الحصول على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع ريال مدريد أمر صعب جدا، وقال إن المباراة أمام باريس سان جيرمان أثبتت إن الفريق بعيد عن المنافسة تماما عن هذه البطولة. كريم بنزيما مهاجم فوق العادة يعيش حاليا فترة توهج ويساعد الفريق كثيرا، واحد اللاعبين المؤثرين داخل ريال مدريد. وأخيرا قال إن إقامة كأس العالم كل عامين صعب جدا، إقامة البطولة كل 4 سنوات تزيد الشغف الجماهيري، وإقامتها كل عامين سيزيد عدد المباريات مما سيؤثر على اللاعبين ويسهم بالإرهاق، ومن الصعب تطبيق قرار إقامة البطولة كل عامين. عايز تقول حاجة في الكلام ده؟ صلاح اتمنى صلاح ما يخرجش من ليفربول، الافضل لصلاح. انا طبعا بالنسبه لي الافضل كمشجع لمانشستر ان هو يخرج من ليفربول عادي جدا، لكن الافضل لصلاح والاسطوريه صلاح في ليفربول ان هو يختم مسيرته في النادي ده. ليفربول بيعرف ازاي يقدر اساطيره، وبيعرف ازاي ان هو يمجد اساطيره، هيكون صلاح واحد من الاهم في تاريخ ليفربول. احمد عندك تعليق؟ انا اولا عايز احييكم على الاسئله عشان مغطيه كل الجوانب، وبضم صوتي لصوت ضياء في حته صلاح بس. رحيل سيرجيو راموس طبعا كان صح مش خطا، لان راموس خلاص حاليا ما عادش في مستوى انه يلعب في ريال مدريد. فدي الخلاف الوحيد ما بيني وما بينه، انما بقيت اسطر بالظبط. هو بيتعالج غيره، راح يتعالج في فرنسا. احمد شرفت ونورت، حقيقه مبسوط جدا بتواجدك النهارده. ربنا يخليك. بشكرك شكرا زي محمود كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت. شكرا جدا يا كريم، ربنا يخليك. دي كان نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على الف خير.